اليوم كما عبر أحد الدكاترة مؤخرا، عبر بكلمة قال: صح، أصبح الإنسان المحسن الجدي، الإنسان المخلص النزيه، أصبح يعيش غربة في كل مكان الآن، في كل مكان يعيش غربة. حتى بعض الأزواج مع زوجته ولا الزوجة مع زوجها تقول لك: أنا الآن ما نقدرش أنا نعيش معه بصدق، لازم دائما الإنسان يدير حيلة، دائما الإنسان يكون موجد الخطة المضادة، دائما الإنسان يشعر بشيء. ماذا يقول لك؟ تصدق يأكلوك، لو كنت تعيش صادق يأكلوك. ولا وش ولا ولا عندنا الآن أي إنسان يعيش الجدية ويعيش النزاهة يعتبر غريبا. قال عليه الصلاة والسلام: الغريب منهم الغرباء الآن الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. إذن معناتها فسدوا الناس، شكون الفسد شحال كبير؟ فسد الناس، والغرباء قلال يصلحون. نعم، أنت ممكن تمشي في الطريق، ممكن أنت تمشي في الطريق، وممكن أنت يا عندك صحابك كامل اللي قدك يتناولون المخدرات وأنت ما تناولش المخدرات. غربة، غربة، غربة كونك أنك ما تكيفش، تقول غير أنا في الجماعة ما تكيفش، وغربة أنك أنت وحدك في القسم تقرأ، شاب صغير ولا في الجامعة ولا في الثانوية، وغير أنت اللي تفكر في الصلاة، غير أنت تفكر في الصلاة. غربة ممكن في بعض الأماكن يعني تلقى القسم كامل واحدة ولا اثنين بحجابها، غربة. وغربة أنك أنت يا إنسان في مؤسسة تعيش وحدك فقط، ما تاكلش الرشوة، وحدك تدخل 8 وتخرج على 4 وحدك، الباقي كامل على 8 كان الدخول لقاوك غير وحدك أنت في المكتب، وراهم الآخرين يقولك مازال على 9 يبداو يجوا، وأنت واش راك دير هنا؟ أنا نجي على 8 وحدك، شحال من يوم وأنت تجاهد في نفسك؟ إذن تصور هذه غربة. وغربة أنك تبقى مراحو كامل وتبقى وحدك حتى للربعة وحدك، والآخرين يروحوا على الزوج، خاصة في رمضان أصلا يعني الوحدة الفوق يبدأ يروحوا، أنت الربعة منزلك. تصور هذه غربة. الغربة أنك تعيش أنت مصلح، وأحيانا تمشي في الطريق وترفد أنت يا قمامة وتحطها في مكانها وتقول زير كامل مسخة، معليش أنا نقي سنتيم واحد، سنتيم من بلدي، معليش. هذه التحدي في القيم، هذا هو التحدي في القيم الإيجابية.